وراس هلمة باين يا ريتك شو الدلع شور هذيك دبرتهم الحومة اللي تجاجيت انهار مشوك اخي مش نكذب عليك في الدلية على سولية دلية هك شورك بتاع دلية انت ايش في مملكة ثلاثة دجاجات باش مش نعيشهم شور بتاع دلية طيب ايه الدجاج ياكل في الدلية احنا ما وصلناش للبشر باش ياكلوا هادك شور لا يا مدام انا باين يا ريتك شور الدلية ما غير تحلف كذا والله لا صار والله العظيم لا صار شو قال للدجاج الدلاع هذا قشور الدلاع على الدجاج ورا سميمتي ورا سميمتي عليك بطاقة الله علي بالله لا ولا ليني للدجاجات والدجاجات والله الدجاجات اقسم بالله ورا قشور بتاع الدلاع على الدجاجات والله تعالنا خلينا نمشيو على رواحنا نعطيو هالمنحة و ايش رفع الله مكانها ما ثبتوا تو هكاك انا فلوس الدولة يا مان عشان تجيب فلوس الدولة فلوس الدولة خلي الزاد تو كان عطيتك البراد ولا الطاسة دي يقول راني وليت باهي ومعاينة موت وما عندي حتى تدير معاك يا ودي خاف ربي انت راك لحماق عجب والله لا تحشم نقول لك ما قال لك حد في وجهك سامحنا ياتر ياتر والله ياتر اي تو نسيبوا فلوس الدولة اموال الدولة احنا نسيبوها طيب احنا 60 دينار وكذا منحة خلي عندك الكازي خلي عندك باهي خلي عندك لي ماك العام مصمصت منها يدي الدولة يا زميل تو كيفاش تفضل يا زميلة انت تو مازال انت مازلت مقتنعة هذا من عائلة المعوزة عندك أسئلة أخرى استناني خا نثبتوا هذا آخر سؤال ونشوفوا معاه ها نثبت نعطيوه فرصة خا نعرفوا أنا مش مقتنعة بصراحة لا خا نفهم منه حاجة مهمة ساعة هذي يعيشك يا زميلة هذي حاجة مهمة خا نرفقوها للملف أنا نحب نفهم سامحني يا حاج قل لي عندكش امراض مزمنه اختي باش تكون معاك صريح راني على روحي ما نكذبش مزمنه ما عنديش الحق هاي الحمد لله هاي باهي استعرفت على الاقل لا ما نكذبش ما عندوش ما عندي امراض اخرى باش تكون معاك واضح نكون صريحني حتى على روحي نقول الحق لي امراض شنو كيفاش نو ما عندي المراه هججتها والصغار هذا كيف عندي مكتوف ولد عمي ما يعيش في ايطاليا تتركينا طبعا المكتوب بعد ما كملك الحكايه لازمنا ولا المكتوب شنو بدك شبيه المكتوب موقف فرنسا غادي مو فرنسا كي يهربوا غادي يمشي لايطاليا طلع الاوراق في ايطاليا مو غادي قعد غادي في ايطاليا ايامات جات شي كورونا جرت طلع شبيه هبطوا هنا في تونس وقتاش هبط كيما عاد طول 3 ايام كي شافوه يلقوا عنده الكورونا ودرق هو وجانا لهنا قعد بحذاي هنا بات بحذاي شرب من الكاس هذا شربت من هذا الكاس هذاك شرب منه هو شرب عمل معي كاستين وبعطي له حكي لي الحكاية اش نعمل يا اخوك هاك الساعة قال لي هو عنده الكورونا شبيك ما تخافش ما تخاف هادي ما تخاف من الكورونا تشبيك ما تخافش ها ما تقولش هادي ما تخافش ما تخافش هادي شبيك من زارك شبيك ما تخافش يا سمين